سميرة القاسمي رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب وعضو مجلس النواب بالبرلمان المغربي. طبعا انا جد سعيد بحضوري معكم فيها مع النساء اتحاد مصر في هذا المؤتمر، واشكر كذلك حسن الضيافه والاستقبال، وهذا يعني شيء مش غريب على المصريين. ونحن هنا جئنا طبعا لمناقشه موضوع مهم وهو قانون الاحوال الشخصيه. هذا اسم كان يعني عندنا من قبل يعني 10 سنوات، وبعد ذلك غيرنا بالمدونه، جاء طبعا بتعديل من عده قوانين في هذا المجال. جاء تغيير هذا القانون عندنا في المغرب يعني بعد خروج مسيره يعني كبيره جدا ونضال قوي من المنظمات والجمعيات النسائيه وكذلك منظمه حقوق الانسان. استجاب الملك المغربي هذه يعني هذه المتطلبات، وشكلت لجنه استشاريه يعني مكونه من مجموعه من الفعاليات من المجتمع المدني، من وزاره العدل يعني باقي المؤسسات التي تشتغل في هذا المجال، وصارت تعديلات جد مهمه. نتمنى يعني كل الدول ان تكون يعني تكون نفس يعني القوانين اللي موجوده عندنا في المغرب. بين التعديلات القويه هي ان يعني اعطى القوه واعطى حق للمراه، وكذلك وهذا الحق يعني جاء حفاظا على الاسره ككل، يعني على الزوج على الاولاد على المراه. طبعا هناك قانون الجنسيه اللي هو كذلك كان في مشكله قبل، الحمد لله يعني اي مغربيه متزوجه بواحد اجنبي يعني عند الحق في زوجة الاولاد. طبعا نحن نعرف ان المراه هي دائما تكون الحاضنه، فيجب الحفاظ على المراه على الزوجه والاطفال داخل بيتهم يعني، وهناك يعني قوانين على الرجل كالزوج كمسؤول يعني ماديا ومعنويا على الاسره، وكذلك يعني في حاله الطلاق ان الزوج هو اللي يترك البيت، ما يعني لا يمكن ان الزوجه تخرج مع الاولاد ويدخل هو البيت وبعدين. فهذا يعني تم تغيير، قبل كان لا يعني عندك حق في 3 أشهر يعني العده وبعدين تخرج يعني من 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 بيتها. الان هذا التعديل يعني نعتبره تعديل قوي، وهذا هذه النقطه الاساسيه للحفاظ على الاسره يعني. طبعا هناك توصيات، احنا في الحقيقه يعني تقريبا يعني الان في مجلس النواب في البرلمان في لجنه التشريع يعني بعد التشريع نشتغل على بعض، واشتغلنا يعني تقريبا في النهايه على بعض القوانين الاخرى اللي جاءت قبل مثل التحرش الجنسي العنف ضد النساء. يعني هناك قانون يعني تجريم في القانون الجنائي كذلك بعد الاغتصاب كذلك. فنتمنى يعني المتطلبات احنا نتمنى، هو طبعا في 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 نقاط اخرى لازم نناقشها، هنا نطلب هذه من المنظمات العالميه اللي تشتغل لحقوق النساء ووزاره العدل المصريه وكل الدول اللي يعني الان يطمحون في تعديل هذه المدونه.